السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي. درت هذا الفيديو اليوم، كنت غدا ان شاء الله غادي نتغدى. مهم، كنت اليوم غدا نتغدى. صراحه انا ما كنتغداش يوميا، كنتغدى يعني كنجيب السلعه كامله للسيمانه، الا شي احيانا ما كيقدنيش داكشي فكنضطر نمشي جوج مرات في السيمانه، ولكن نورمالمون مع راكم عارفين مع الحياه وداكشي ومشاكلها، فكنقول نتغدى مره في السيمانه ونحيد عليا داكشي كامل. صراحه كان الثلج، كان البرد بزاف، كان كيجي شي عكس اللي يمشي حتى للتقضى، ولكن دابا الحمد لله ما بقى لا ثلج لا والو، بدا كيدفى شويه الحال، يعني شويه باقي البرد. صراحه باقي البرد بزاف، ولكن دابا مع الاخر ديال في بريطانيا، في الاخر ديال كنظن واحد الشهر يدخل مارس هكا ابريل بدا لي دي في، ولكن صراحه باقي البرد يعني ماشي باقي البرد بالنسبه للناس اللي شيء تاني. في المغرب كنمشي انا وماما نتقضى في المارشي وداكشي، دابا حاجه اخرى. المهم انا غادي لتسكو، هذا الدي اللي كتشوفوا، انا الدي صراحه ارخص من تسكو، يعني عندك كاينين جوج ديال كاين داك ثلاثه ديال السوبر ماركت كنتقضى منهم انا صراحه عاده، كاين ليدو كاين الدي. الدي صراحه رخص من تسكو، ولكن نورمالمون انا كنتقضى من تسكو لانه كنحس ان تسكو فيه شي حوايج اللي ما كنلقاهمش في الدي ولا في ليدو، فكنقول تسكو والله ما نتقضى مره السيمانه تسكو ونجيب منه كلشي وصافي. مهم بغيت نشارك معكم هذه اللحظه وصافي. صراحة يا ريت لأنني أنكم تشاركوني أفكاركم، مثلا واش كتقضوا السيمانة ولا النهار، كيفاش شحال يعني كيقد لكم الفلوس في التقضية. صراحة هذا الموضوع أنا شوية برزتني، لأنه كل مرة وشحال كان ما عنديش صراحة واحد، يعني كنحاول ندير واحد لا ليست قبل ما نتقدى باش نعرف شحال غنخسر شحال غنحط، ولكن كنبقى ديما متالفه، مره كيجيني الفلوس كثر مره شويه. فكنتمنى يعني لا شفتوا هذا الفيديو تشاركوني افكاركم وداكشي ممكن نستافد منكم. المهم انا كيعجبني صراحه نجيب بيتزا بحال هكا تكون ديوره، ما تعجبنيش ندير بيتزا في الدار، كناخذ ديما بيتزا اللي كنسخنها وداكشي وصافي. مهم كنجيب تشيز الجبن وداكشي فرماج، كل مره كنجيب صراحه ماركه، ما عنديش شي ماركه محدده كناخذ منها، يعني كل مره كنجيب ماركه تنشوف اللي طاحت فيها زوينه. اكيد الحليب حتى هو شيء ضروري، ضروري بزاف. الزبده مره تناخذها، ما اكثر شيء ما كناخذها صراحه، عندي شويه انا وجهي حساس فكتنوض لي صراحه الحبوب وما كناخذهاش بزاف. ديجا تاثر الفرماج حتى هو كينوض لي الحبوب، ولكن عاده انا فهمتي تناخذ الفرماج حسن من الزبده وصافي. عواصر كنفضل العواصر الطبيعيه، ما كنبغيش دوك اللي كيكون فيه منكهات وداك الشيء، فكنفضل اني ناخذ ديسير بحال هكذا والحليب وندير عصير ديالي بوحدي، ما نبغيش ناخذ داك الشيء فيه، يكون طبيعي ناتورال وصافي. هادي اللوبيا ديالهم صراحه خديتها مره واحده ما عجبتنيش صراحه، ما معلبه ما عجبتنيش صراحه، جلبانه تاع هي معلبه ما صراحه هي ما عجبتنيش، كنفضل ناخذها عادي وصافي ونطيبها كيف شفتوا نتوما. عارفين المغاربه حنا كيعجبنا كطاجين بجلبانه ولا شي حاجه كبلحم زوينه.
انا صراحه مضروبه على النودو، كيعجبني النودو، يعني كيعجبني هذا النوع هذا بوت نودو كي صراحه تيعجبني بزاف. كاين انواع واشكال، المهم انا كنفضل داك النوع. بالنسبه للكيك انا ديما تناخذ، ديما تنجي تناخذ باكيه هكا كتكون مصاوبه، انت كضيفي غير شويه ديال الزيت، شويه ديال الماء، وشويه ديال البيض، الجبيدات هكا صافي. يعني ماشي، ما كيعجبنيش بقى ندير الكيك انا من الاول ونجيب كاع المقادير والخماره وداك الشيء، ما تعجبنيش انا هكا، كيجيني ساهل. كضيفي غير شويه ديال الزيت الماء والحليب صافي، عذرا الزيت والماء والبيض صافي، كتطلع كيكه زوينه. العسل صراحه العسل ديالهم زوين، عجبني هذا النوع ديال العسل اللي كناخذو ديما، واخا العسل ديالنا ديال المغرب مميز ولكن نو صراحه كيعجبني هذا النوع ديال العسل عندهم زوين. انا كناخذ ديما ضروري هذا باش نفطر به وداكشي. بالنسبه للعسل هكا كنت كناخذ واحد الماركه اخرى سميتها منوكا هاني، منوكا صراحه زوين واعر واعر، حتى البشره مزيان ليها، حتى الا كان عندك مثلا شي حرقه ولا شي حاجه كنديروا ليه. هو غالي ولكن صراحه زوين داك النوع ديال العسل. هذه ضروري كاموميلا تي، ضروري الشاي ديال الكاموميلا تيريحني صراحه بزاف، كي كرتاح صراحه من كنشرب هذاك الشاي، كيرخيني وكتلك الناس مثل اللي كيتعصبوا بزاف ولا شي حاجه، وانا منهم كنشرب هذاك النوع ديال الشاي صراحه كيرخيني، كيهدئ لي الاعصاب صراحه. بحال اللويزه، بحال اللويزه انا كتعجبني اللويزه. من ناحيه القهوه ضروري ديما كنجيب نسكافيه، كنجيب النوع ديال موكا، كتعجبني موكا بزاف. كيعجبني موكا، كيعجبني حتى النوع الاخرين ولكن اكثر شيء كان ديما كنفضل موكا. صراحه المناطق هنا عندهم رخيصه 50 بي، ماشي شي حاجه كبيره، رخيصه ماشي شنو، مواد التنظيف شيء اساسي خضره حتى هي شيء اساسي ضروري، الفلفل الاحمر ديما كنجيب ضروري، مناطق الشطاطه، قزبر معدنوس، السلطه بشي كامل ضروري كيعجبني صراحه ندير طواجن مغربيه، يعني انا بيسي وصافي، باقا ما كنعرفش نطيب الطياب ديال ماما ولكن كنتعلم شويه بشويه. انا صافي، انا دابا راجعه تقديت كل شيء خلصت. كيف قلت لكم في الاول ديال الفيديو، عافاكم شاركوني افكاركم، واش كتقضوا مره في السيمانه ولا يومين في السيمانه ولا كتقضوا كل نهار، شحال واش كديروا مثلا شي ليست اللي كندير انا، وشحال واش كتعرفوا شحال تخسروا داك الشيء. صراحه هذا الموضوع تنبغي يكون عندي، تنبغي يعني ما نزيدش على راسي، فكنبغي داك الشيء اللي ضروري الاساسيات نتقداه. ف نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما يكونش ثقيله على قلبكم، والفضل من ليس امرا عافاكم ديروا لي اشتراك. هاد القناه انا درتها غير باش نتوانس وصافي، راكم عارفه الغربه صعيبه وداك الشيء، قررت ان ندير قناه نتوانس مع اختي المغربيات، اخواتي المغربيات والعربيات بشكل عام. شكرا لكم على مشاهده الفيديو، وكنتمنى يكون عجبكم.